ما انا ما بتكلم انه مثلا مجامله ولا شيء، لكن يعني اداره نادي النصر سواء ممثله في الامير فيصل او نائب الرئيس او اداري الفريق جميع بصراحه يعني ما قصر معي باي شيء، وفر لي كل سبل الراحه وعلى اتصال بي يعني يمكن الى قبل يمكن ربع ساعه تقريبا قبل وصولي للمستشفى هم كانوا معي على اتصال يعني.